السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فالحمد لله الذي وفقنا لطاعته، الحمد لله الذي وفقنا لصيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابه الكريم وأعمال البر، فيحمد ربنا على ذلك حمدا كثيرا. ولا يخفاكم أن أهل الإيمان يقولون يوم القيامة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلنحمد ربنا على ما من به وأنعم. فكم من شخص ضيع عمره في غير طاعة الله وفي غير مرضاة الله سبحانه وتعالى. وقد قال بعض العلماء إن من علامات الطاعة أو من علامات قبول الطاعة الطاعة بعدها، وقد سبق التذكير بأدلة هذا القول. والآن الحديث عن الأسباب المعينة على دوام طاعة الله سبحانه وتعالى. كيف نداوم؟ ما الأسباب التي تعيننا على دوام الطاعة والاستقامة؟ من هذه الأسباب وأولها وأجلها وأعظمها أن نسأل الله ذلك. نسأل الله أن يجعلنا دائما وأبدا سامعين مطيعين له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، إني والله أقسم، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأول سبب للعون على طاعة الله ولمداومة الطاعة أن نسأل الله سبحانه وتعالى العون على ذلك. ولقد قال النبي الكريم والعبد الصالح سليمان عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأولا حتى نستطيع المداومة على طاعة الله نسأل الله العون على ذلك، ونتعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله الثبات دائما حتى الممات. أهل الإيمان يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني لا تمل بقلوبنا عن الحق إلى الباطل بعد أن وفقتنا وهديتنا. فلندعو بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكذلك فإن الحديث عن رسول الله فيه: أعوذ بعزتك، أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وفي الحديث الآخر: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إذن عندنا سببان أساسان: الأول أن نسأل الله العون على الطاعة، أن يوزعنا عليها وأن يعيننا عليها. الثاني التعوذ بالله من الضلال. ثم الاستدامة والاستزادة من أعمال البر، لأنك يعني كلما عملت برا وكلما سعيت في الخير أيدك الله وزادك الله تأييدا في كل أبواب. كلما زدت من أبواب الخير زادك الله تأييدا وتوفيقا. ومن الشواهد لهذا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كلما سلكت سبيل الطاعة زادك الله توفيقا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ولا يخفاكم قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ما معنى ذلك؟ إذا أنت أعطيت من أي صنوف العطاء، إن كنت ثريا أعطيت من مالك، إن كنت عالما أعطيت من علمك، إن كنت من ذوي الوجهات أعطيت من وجهاتك في الإصلاح، إن كنت من من الله عليه بأي فضل أعطي من هذا الفضل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق بالجنة وبالثواب الذي فيها، هذا سبب للزيادة، فسنيسره لليسرى. ما معنى سنيسره لليسرى؟ سنهيئه لعمل الخير، سنوفقه لعمل الخير، نجعله ميسرا لليسرى للجنة. كيف ذلك؟ يعني تصوم وأنت محب للصيام، وتحزن إذا أفطرت يوما، تتصدق وأنت سعيد أن وفقك الله سبحانه وتعالى للصدقة، تصلي من الليل وأنت سعيد أن وفقك الله لقيام الليل، بل تحزن إذا فاتك قيام الليل، تشهد الجماعة وأنت فرح مسرور بها. غيرك عياذا بالله، الله قال في شأنهم: مع الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أنفقت تسعد بهذا الإنفاق، بل تزداد وينشرح صدرك إذا أنفقت، كما شبه النبي عليه الصلاة والسلام في البخيل والمتصدق. المتصدق كان لابس جبة ضيقة، كلما تصدق اتسعت عليه، اتسعت صدره ينشرح، والبخيل كلما بخل ازداد ضيق الجبة من الحديد على صدره كاد يختنق. فمن علامات التيسير اليسرى أن تعمل أعمال البر وأنت بها سعيد، يعني تعمل كل أعمال البر وأنت سعيد، تجلس تذكر الله، الناس يخوضون ويتكلمون ويعبثون وأنت جالس تذكر الله، الحمد لله الحمد لله، وتحزن إذا ضاع وقتك في غير هذا، تحزن إذا ضاع وقتك في اللهو، تحزن إذا فاتك الذكر بعد الصلاة، تحزن إذا غفلت عن حزبك من القرآن، وتسعد كلما قرأت القرآن. أي باب من أبواب الخير تفعله وأنت سعيد، تعفو عن الناس وأنت سعيد بالعفو، تتصدق وأنت سعيد بالصدقة. فإذا بذلت جهدا في هذا السبيل، فمن علامات من أسباب التوفيق للطاعة أن تبدأ أعمال بر، فإن الله سيوفقك، وأن تعد لهذه الأعمال عدة، كما قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لو أرادوا الجهاد لأعدوا العدة، مستلزمات الجهاد ماذا هي؟ كذا وكذا، وحرصوا على الوقت، وذهبوا إلى الرسول: متى ستجاهد؟ أخبرنا يا رسول الله إذا خرجت للجهاد. لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. أنا أريد أن أستيقظ لصلاة الليل أو أستيقظ لصلاة الفجر في جماعة، من مبكرا سأنام مبكرا، سأضبط المنبهات، سأنبه أهل بيتي: إذا يا جماعة نمت أيقظوني. فإعداد العدة مطلب، إعداد العدة لأعمال البر مطلب. أنت جاي مثلا تصلي في الحرم، جيت تصلي في الحرم وانت تعرف ان الابواب تغلق قبل الوقت بمدة، لو اردت ان الصف الاول او اردت الخروج خرجت مبكرا، بدلا من ان اجري خلف هذا الباب وهذا الباب، اخرج ساعيا مبكرا الى الصلاة. فاعداد العدة لاعمال البر مطلب، اعداد العدة لاعمال البر مطلب. تريد ان تتصدق، اعرف كيف تجمع المال من الحلال، وتعرف اين تنفقه في الوجوه التي ترضي الله سبحانه وتعالى عليك. أردت أن تقرأ القرآن، اختر الوقت المناسب، وقت تفهم فيه كتاب الله. فقلنا هذا الوجه الثالث. الوجه الأول من أسباب التوفيق للطاعة والهداية لها أن تسأل الله إياها وأن تتعوذ بالله من الضلال ثانيا، وثالثا أن تعطي مما أعطاك الله من أي نوع من أنواع العطاء وتتقي، فستهيأ لليسرى.
الرابع الإعداد لأعمال البر والطاعة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، إن كنت تريد الخروج للجهاد مع رسول الله تعد العدة لهذا العمل، تعد العدة لهذا العمل. تريد تلقي محاضرة تعد العدة، ترتبها، تجمع أركانها، أي عمل بر تعد العدة له كي تتقنه. خامسا في هذا الباب النظر إلى سير الصالحين، كيف يداومون على الطاعة، كيف يداومون على الطاعة. إذا قرأت كتاب الله، قرأت قصص الأنبياء والصالحين، تجد عندهم بإذن الله هديا كثيرا للثبات على الطاعة. خائفون وجلون من الزيغ والضلال، يعني مثلا عليه الصلاة والسلام، شعيب عليه الصلاة والسلام يقول شعيب عليه الصلاة والسلام لما قالوا له لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كاذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فيعرف أن الذي ثبته هو الله فيكون دوما معتصما بالله سبحانه وتعالى. تنظر إلى سيرة رسول الله في أداد العدد أيضا، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، قبل الغزوة يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب أنجز لي ما وعدتني. فعمل مع سلامة معتقد، مع خوف ووجل من أن تزل قدمه بعد الطاعة. أيضا الشيء السادس لدوام الطاعة صادق الصالحين، صادق أهل الصلاح، لا تصادق الأشرار. الأشرار إذا صدقتهم يفضحونك إذا زلت قدمك في مسألة، لا يسترون عليك، يأخذون خيرك وعند الشر يرفضونك. أهل الصلاح مستمسكون بك، هم لك ناصحون، هم يسترون عيبك، هم يذكرونك بالله إذا نسيت. وكما قال بعض أهل العلم، أحيانا أنت تكون مقصرا في وصل رحمك، مقصرا في وصل أخيك، في وصل عمتك، في وصل خالتك، ولك صديق عزيز عليك، فتقول له تعالى نتعشى مع بعض مثلا على سبيل المثال، تعالى نتعشى في مطعم جيد، أقول لك والله عشاك طيب وكل شيء وأنا يعني أشتهيه، لكن معذرة أنا ما زرت خالتي من شهرين وأردت أن أزورها الليلة على موعد معها. تقول إذا ما أتذكرني أنا ما زرت خالتي من سنة، فيذكرك بأن أنت الآخر تقوم وتزور خالتك، أنت جالس في مجلس ما تتكلم كثيرا والناس كل واحد يظهر عبقريته ويظهر أنا أنا أنا، وأنت رأيت صديقا لك منشغل في ركن جالس يذكر الله ذكرا كثيرا، يستغفر الله من ذنبه، وجل يستمع كلام النافع، يعرض عن اللغو. فمصادقة الصالحين سبب سادس أو خامس من أسباب دوام الطاعة، من أسباب دوام الطاعة. غفلت عن الصلاة، تعالى ما صلينا في جماعة اليوم، لماذا فاتتنا صلاة الظهر، قصرت في ذكر، اذكر الله، اتق الله. غضبت، قلت لا تتكلم، اسكت، لا تتكلم أثناء غضبك، لا تتخذ قرارا أثناء غضبك، انفعالك لا يصلح في وقت، لا يصلح أن تتكلم معه كلام. وكان لهذا الأثر في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعمر بن الخطاب كما لا يخفاكم كان متخذا مجلس شورى من أهل الصلاح والفضل من حملة كتاب الله. فالشاهد من هذا الكلام، جاء رجل اسمه الحر بن قيس، أو كان من مجلس شورى عمر، الحر بن قيس الفزاري رضي الله عنه، شاب فطن يقظ من مجلس شورى عمر. هذا الشاب الذي من مجلس شورى عمر كان من حملة الكتاب، له عم اسمه عين بن حصن الفزاري، كان من المؤلفة قلوبهم، وكان في خلقه شيء. فعين بن حصن رأى أن ابن أخي أصبح مستشارا لعمر من مجلس شورى عمر، فقال له ذات يوم يا ابن أخي إذن لي في الدخول على هذا الأمير،
إذن لي في الدخول على هذا الأمير. فقال الحر لعمر: يا أمير المؤمنين، عمي عيينة بن حصن الفزاري يستأذن في الدخول عليك. فعمر لتوقيره للحر بن قيس قال: أذن. دخل الحر بن قيس، أول ما دخل بدأ يشتم في عمر: لا سلام عليكم ولا أي حاجة، أعرابي من المؤلفة قلوبهم، يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، ما تعطينا إلا الفتات، الباقي منكم من أهلك، هذا معنى الجزل. فهم عمر أن يبطش به، حتى لا دخلت لا سلمت ولا قلت بأدب ولا باحترام. فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله إن عمي هذا من الجاهلين. قال الراوي: والله ما تخطاها عمر، وقف قد كان وقافا عند كتاب الله عز وجل، عند كتاب الله عز وجل. ونفس الشيء عمر أيضا في موسم الحج سمع رجلا يقول، أو جاء رجل يقول: إن فلانا يقول ما كانت إمرة أبي بكر وعمر إلا خلسة اختلسوها. فاغتاظ عمر وهم أن يقوم في الموسم الحج في الناس يتكلم، فكان بجوار عبد الرحمن بن عوف، قال: أمير المؤمنين، أنت الآن في موسم، ويجمع الموسم الرعاع والعقلاء والجهلاء، أخشى إن تكلمت بكلمة أن تفهم عنك على غير وجهها فيطير بها كل مطير، اسكت. إذا رجعت إلى المدينة فيها العلماء، تكلم في المدينة بالذي تريد، يفهمها الناس عنك فهما صحيحا وبلغوها عنك. فسكت عمر وامتثل أمر أو نصيحة عبد الرحمن بن عوف. صديقك الصالح يعلمك إذا جهلت، يذكرك إذا نسيت. مر على علي رضي الله عنه بامرأة أخذوها ترجم، فقال: من هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان، أمر عمر برجمها. مروا على علي فقالوا له ذلك، فأسرع قال: قفوا، وذهب مسرعا إلى عمر. قال: يا أمير المؤمنين، أما بلغك أن الحد سقط عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق؟ فأقر عمر ومنع إقامة الحد عليها. فدوما الذكرى تنفع المؤمنين. فانتقاء الصحبة الصالحة من ترجع من العمرة أو الحج إن شاء الله، فتش في أصدقائك، الطيب ابقى عليه، الذي يمل لك مشاكل وكل يوم يورطك في سجن، يورطك في لا، تحفظ على صداقته. فاختيار الجليس مطلب. ألخص ما ذكر: فثمة أسباب أخر، أولا أن نسأل الله الثبات على الطاعة ومداومتها، وأن يعنينا على الإكثار منها. ثانيا نتعوذ بالله عز وجل من الزيغ ومن الضلال. ثالثا أن نعد العدة للأعمال الصالحة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أيضا اختيار الصحبة الصالحة، قراءة سير الصالحين في هذا الباب، فإنها تكون سببا في هدايتنا. مداومة كتاب الله في خير القصص وأحسن القصص وأجمل القصص، تجد فيه كل أنواع الخير، كل أنواع الخير. تريد تتذكر قيام الليل والاستغفار والمستغفرين بالأسحار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. تتذكر صدق الحديث، اقرأ الآية: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والصادقين والصادقات. كل هذه الأشياء تزيدك ثباتا ورسوخا في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم تقا وإيمانا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.